ندشن اليوم بناء الصالة الاستقبال لمطار المخا تعز وبرج المراقبة، ونحن اليوم نفتتح باب ومنفذ جديد للجمهورية اليمنية الذي فرض عليها الحوثي حصارا إقليميا ودوليا بسبب إجراءاته وانقلابه على الشرعية. نتمنى المزيد من التقدم والتطور في المناطق المحررة وافتتاح العديد من المشاريع ينم عن اهتمام الحكومة والدولة والتحالف بهذه المناطق. ونتقدم بالشكر الجزيل لدولة الإمارات العربية المتحدة الداعم الرئيسي في إنشاء هذا المطار. وصول الطائرة يؤكد سلامة الإعداد وسلامة التجهيزات وفقا لكل الشروط والمواصفات التي تطلبها منظمة الإيكاو والتي بموجبها قامت الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد بعملية فحص وتقييم، وبموجب الفحص والتقييم أعطت تصريحها لهبوط الطائرة والاستقبال أول طائرة في المطار. اليوم المطار يدشن مرحلة جديدة للنهوض والتنمية والإعمار وفتح آفاق جديدة نحو فتح الحصار للتفضل من الجهات الحوثية على اليمن بشكل عام.